السيد سعيد أخرف، ولم نجد ما أحسن من سعيد أخرف اللي برهن في ظرف أقل من ثلاث سنوات على قدراته في ولاية الوادي من ناحية التماسك اللي جعله يكون ما بين السلطات العمومية وما بين المواطنين، عارف كيفاه يوظف قدرات ولاية ومؤهلاتها تاع ولاية الواد. لذا إذا كلفني السيد رئيس الجمهورية على أن أكون على مستوى 16 محطة اللي مستها الحركة حركة الولاد. إذا على هذا الأساس باسمه أعلن عن التنصيب الرسمي لسعيد أخرف كواليا لولاية سقيدة، متمنين له التوفيق والنجاح. وأعدكم بأنني لن أبخل بذل الجهود، بل أكثر من ذلك في خدمة هذه الولاية التاريخية. بارك الله فيكم وشكرا سيدي الوزير.